حبايبي جريد 2. تعالوا كده نشوف لما نقول فاكتورايز وده فري تيرمز. عندي حاجات اساسيه بتعملها الاول دايركت ميثود بعينيك قبل ما تبتدي. اهم حاجه ان ما ينفعش الفيرست تيرم ده لازم يبقى بوزيتيف. طب يا مستر لقيته نيجاتيف، يبقى هاخد نيجاتيف كومن. ادي اول حاجه. نقول تاني، انا هعمل فاكتورايز وده تريونومال ثري تيرمز، هتعمل ايه؟ اخد النيجاتيف كومن. طب ادي اول حاجه. تاني حاجه، اتفقنا من المره اللي فاتت انك لازم تتاكد ان في اوردر، اكس باور 2 بعديها اكس بعديها النمبر. يا مستر مسالتي جاهزه، انا بس مشكلتي في حته النيجاتيف. بص كده ادي نيجاتيف. طب ما انت كمان قلت اوعى تنسى كلمه كومن. ها يا حبيبه في كومن؟ لا. طب فكري تاني. هنا 2 هنا 2 هنا 40. ناخد الجريتر نمبر، يا 40 تقبلي على 2 يبقى بقى عندي 2. يبقى احنا خدنا النيجاتيف علشان الراجل ده الفيرستر لازم يبقى بوزيتيف. ولما اخد نيجاتيف وظيفتك ايه؟ لما اخدك وظيفتها انها بتعمل تشينج لكل الساين. نقول تاني، الفيرست تيرم نيجاتيف ما ينفعش اشتغل فاكتورايز. طب انا عايزه بوزيتيف، حاضر اخد نيجاتيف. كمان اتاكد من الاوردر، اتاكد كمان اشوف الكومن. شفنا فبقى عندي ده. بص بقى هنبتدي نعمل ديفايد. احنا قلنا هنغير الساين، يبقى النيجاتيف بقت بوزيتيف والتو ديفايد تو سمبليفاي مع بعض. ده نيجاتيف يتغير يبقى بوزيتيف، وال2 ديفايد 2 ب1 يبقى دروب للاكس. ده بوزيتيف يتغير يبقى نيجاتيف، و40 ديفايد 2 اعملها بالكالكوليتر تدي 20. طيب انا كده جاهز. تعال بقى نشوف، قلنا بنجهز 2 برانتسيز وبجهز كمان اكس واجهز اكس، وابتدي اروح على الكالكوليتر مود 5 3. هتظهر لي A B C. ال A هي النمبر اللي مع الكوفيشن بتاع X بار 2، يبقى 1 إيكوال. دي بوزيتيف يبقى كمان 1 إيكوال. هنا نيجاتيف يبقى هبتدي أكتب نيجاتيف ودبل إيكوال. يلا كده نفذ وقول لي الأخبار معاك طلعت إيه. طلعت أول واحدة 4، واحدة واحدة بقى نسأل السؤال، الناس اللي ذاكرت وفاكرة. تاني يا مستر. يا مستر أنا مش بعرف أعملها على الكمبيوتر. أول واحدة طلعت إيه؟ 4. يبقى نكتبها هنا نيجاتيف 4. إكس 2 طلعت إيه؟ نيجاتيف 5. يبقى أحطها بوزيتيف 5. آدي كده مسألتي. تعالى كده بقى نعمل ستوب. تعالوا كده نشوف برضو حاجة تاني ونأكد على الكلام اللي احنا قلناه. أول حاجة، هل مسألتي مترتبة؟ استنى أنا بسأل، أنا هسأل نفسي وأفكرك. دي إكس الباور 4 الكبيرة، نمرة 2 دي إيفن، لو دي أود يبقى أكيد في كومن، كل مرة هفكرك. طيب، إكس باور 4 دي الأولى، يبقى الميدل هو النص بتاعها إكس باور 2. يبقى انت راجل تمام مترتب. اقول تاني، الفيرست تيرم لازم الباور بتاعه يبقى ايفن، ولو كان هنا 2 يبقى اللي في الميدل نصه 2، يبقى 1 4 يبقى 2 6 يبقى 3. لغايه كده في مشكله؟ ظهرت واي، يبقى هنا انا طالع يبقى واي تبقى واي باور 2. لغايه كده في مشكله؟ يلا بقى نلعب. يا مستر في كومن؟ استنى، هنا 7 هنا 23. بشتغل بالكالكوليتور، يا 23 تقبلي على 7؟ لا حقوا عليا. جرب حبيبي جرب هتلاقيها مش تقبل خالص، بس خلاص. وال 30 مش هتقبل على 7، مفيش كومن، مفيش بينهم كومن. هنعمل ايه؟ بسرعه هنروح على مود. يلا كده امسك الاله بتاعتك ونفذ معايا ونشوف ايه الجديد. واحنا بنكتب المود هنجهز 2 برانتسيز، خد بالك بقى اللي جاي، واجهز ادي اكس واكس، سوري
وبعد اذنك يبقى سيب سبيس علشان لو الاكس بتاعتك طلعت فراكشن هقول لك تعمل ايه. يلا بينا. طب واحده واحده ما تقلقش. يلا انا عايز بس حد يقول لي الاي بكام؟ الاي بكام؟ ما انا عارف، انا عايز حد يقول لي ايكوال البي بكام؟ حلو خالص. نيجاتيف 30. وبرافو عليكي نيجاتيف 30. دبل ايكوال اكس 1. بص كده معلش للمره الثانيه بكتبها قدام عينيه عشان هتاخدها اوبزيت ساين. هي سوري هي طلعت بوزيتيف نحطها نيجاتيف. يلا هنقول ايكوال اكس 2 نيجاتيف 30 اوفر 7. ايوه واحده واحده 30 على 7. في مشكله؟ بص بقى معايا لما الاقي دي فراكشن انا بكتب اهو عشان ابعت لك صوره تفتكر. هاخد الدينومينيتور، فين الدينومينيتور يا مستر؟ الايه؟ 7. اروح واخدها مع الاكس. سوري احنا هنا لان ده كنا خلصناه. تاني لما الاكس بتاعتك تبقى فراكشن اخد مين؟ ارزعه مع الاكس. والراجل ده انت ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف اكتبه ايه؟ مزبوط. والسلام ختام وخلصت المساله. نقول تاني؟ متاكدين؟ طيب حنين جايبه لنا مجموعه حلوه، تعالوا نشوف. عندنا اساسيات عشان اعمل فاكتورايز، ان ما ينفعش يبقى في برانتسيز. طب لو كان في ادور على كومن، مفيش، يبقى انت اول حاجه هنا لازم تعملها تقول له اعمل اكسباند. يعني ايه حبيبي اكسباند؟ يعني افك. طب يعني ايه؟ اقول له اخد الاكس دي ادخل بيها واعمل ديستريبيوت. اكس بره البراكت تدخل على دي وتدخل على دي. طب وهي داخله، داخله بلس ولا ماينس؟ لا بلس ولا ماينس. طيب بس نقول تاني؟ تاني لقينا ايه؟ وبره في ايه؟ اكس او نمبر او اي حاجه، لازم تعمل ايه؟ واكس باند. يعني ايه؟ هاخد اللي بره شكرا. اكس تايم اكس حلو خالص. اكس تايم 7 وال10 اعمل لها دروب، بقت مسالتي جميله. يبقى الاول في فلتر، لو انا شلته ارجعك لمسالتي. نقول تاني كمان مره. طب معلش انت دي هسيبها لك انت تكملها ولا اكملها لك؟ لا اكملها. طب تعال نشوف فكره ثانيه. لما يديني الاكسبريشن ده وعندي هنا ليتر اسمه سي ميسنج وانا عاوزه، او ممكن ده كان يبقى اللاست تيرم وممكن يبقى الفيرست تيرم، ايا ما يكون لازم تتعود على حاجه. الراجل ده اللي هو اللاست تيرم ده اسمه البرودكت. وعشان كده لو تفتكر كنت بقول لك احنا بندور على تو نمبرز يدوني 15، البرودكت يعني تايمز. طيب والراجل ده هو ايه؟ اقول له لو كانت ال 15 دي، بص بقى معايا ال 15 دي لو كانت بوزيتيف نعمل سم، نعمل بلس. لو كانت ال 15 دي نيجاتيف هنعمل ماينس. واحده واحده يا مستر. يلا ناخد ال 15. يا 15 انت برودكت بتاع مين؟ كم في كام يديني 15؟ 3 تايم 5. الاول ابدا 1 من نمبر. انا فاكر قلت الكلام ده. بص بقى معايا، انا معايا 1 و15 ومعايا 5. بص بقى يا 15 انت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى نعمل لدول ايه؟ ماينس. يبقى انا هنا السي بتاعتي هي ممكن تبقى الماينس بتاع ده 14 والماينس بتاع ده ممكن تبقى 2. كمان مره؟ لا نقول تاني. اصبر بس ما تقولش لا. اول ما يدي لك ميسنج حضرتك تروح لللاست تيرم وتقول له انا هفكك لتو نمبرز وكلمه برودكت يعني بعمل تايمز. طب يا مستر انا عندي اكتر من اجابه، اخد ده ولا ده؟ اروح رايح للراجل الجميل ده، ده نيجاتيف. يبقى انا لو عملت ماينس هنا يدي 14، يبقى السي تبقى 14. طب ولو عملت الدول ماينس
يبقى السي تبقى 2. شكرا. حابب تتاكد من اجابتك تروح جاي واخد دي على الكالكوليتر. مود 53، مود 53. ها يلا انت كده بقى طبق، وبعدين هيظهر لي اي بي سي، هنقول 1 ايكوال 1 ايكوال، نكتب 14 ايكوال، وبعدين نيجاتيف 15. تطلع ولا ما تطلعش؟ شوف كده 1 ونيجاتيف 1 طلع. طب يلا كده نغير، لو كتبنا مود 53 او رجعنا بالايكوال وكتبنا 1 ايكوال وحطينا 2 عشان هي بوزيتيف وكملنا نيجاتيف 15 تنفع. شكرا.